احييكم مشاهدينا الكرام من مدينة العلمين الجديدة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة العلمين الجديدة التي تقع في محافظة مطروح. مشاهدينا، صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2021 المصادف للعشرين من يوليو العاشر من ذي الحجة لعام 1442 من الهجرة، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. ويحضر صلاة عيد الأضحى المبارك الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ولفيف من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة وكبار قادة القوات المسلحة. دروس وعبر نستفيدها ونتعلمها جميعا، ومعان يذكرنا بها الاحتفال بعيد الأضحى من كل عام، يذكرنا بالكثير من معاني التضحية والفداء، ومن أهمها ما كان من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حين رزقه الله تعالى بإسماعيل عليه السلام بعد أن بلغ من الكبر عتية، ثم رأى عليه السلام في منامه أنه يذبح ولده الوحيد بعد أن بلغ معه السعي وأصبح قرة عين أبيه وسنده، حيث يقول تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فما كان من الابن إسماعيل إلا أن قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فالابتلاء سنة كونية، لا سيما في حياة الأنبياء عليهم السلام، ومن أشدهم بلاء سيدنا إبراهيم، فهو أحد أولي العزم الخمسة: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، والنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن المحنة بعدها منحة، فقد جاءت عطاءات الله عز وجل متتابعة بعد أن أظهر النبيان الكريمان عليهما السلام ما في قلبهما من الاستسلام لأمر الله تعالى دون تردد أو تباطؤ، فكان الفضاء من الله عز وجل لإسماعيل عليه السلام بذبح عظيم منذ ذلك الحين، والأضحية شعيرة عظيمة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. والأضحية فيها توسعة على النفس والأهل، وإكرام للأقارب والجيران والأصدقاء، إضافة إلى التصدق على الفقراء والمساكين. وينبغي التأكيد هنا على أن ذبح الأضحية هو مظهر من مظاهر عظمة الإسلام، فلا تذبح في الأماكن العامة ولا المداخل العمارات ولا الشوارع ولا أمام المساجد والمستشفيات، والحمد لله كثيرا. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ضرر ولا ضرار، وأي أمر من الأمور يتسبب في أذى الناس وضررهم وانتشار الأمراض يعتبر محرما في الإسلام بكل أشكاله وصوره. ومن أهم معاني العبادة التراحم والتكافل، حيث يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اغنوهم في هذا اليوم، فمن وسع على محتاج وسع الله عليه، ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه. ويقول أيضا: اللهم أعطي منفقا خلفا. محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى
أزواج سيدنا محمد. ونحن اليوم مشاهدينا الكرام ونحتفل بهذه المناسبة العظيمة وهذه الشعيرة المهمة وهي عيد الأضحى المبارك الذي يفرح فيه الجميع ويفرحون به أيضا نظرا لما يكون في هذا اليوم وهذه الأيام من تراحم وصلة ما بين الأقارب والأصدقاء، إضافة إلى الإحسان على الفقراء والمساكين من مال الله تعالى ومن نعمه التي من بها صلى الله عليه وسلم على المسلمين. ونستلهم أيضا من هذا الموضوع من عظة عيد الأضحى المبارك مشاهدينا الكرام اليقين، الثقة في الله، الثقة في المولى عز وجل، أن الله تعالى حينما استسلم له، حينما استسلم له سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل وأعطونا نموذجا مهما على مدى الأزمان والأزمان القادمة أيضا، أول هذه النماذج ومن أهمها طاعة الله تعالى والاستسلام للمولى عز وجل. فالعبودية استسلام، والعبودية الحقة هي الاستسلام لله تعالى. وهي من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يعيها جيدا. من هنا يأتي دور اليقين، اليقين والثقة في الله تعالى يقينا تاما، إذ يثق المسلم في ربه ويتوكل عليه حق توكله. فحق التوكل يورث اليقين، اليقين والثقة في أن المولى عز وجل سوف ينجيك كما أنجى إبراهيم عليه السلام وأنجى أيضا ولده إسماعيل وفداه بذبح عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد. نستمع الآن إلى آيات الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ هاني الحسين. وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضاً
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله اتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه
وتزودوا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده. ونصر عبده وأعز جنده. وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب
بسيدنا محمد وعلى أمصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة. استووا اعتدلوا. الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله. الله أكبر على من طغى وتكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل علينا أمورنا يا رب العالمين. أما بعد، أيها السادة الكرام، إن نعم الله على الخلق كثيرة، ومنن الله على العباد وفيرة، ولعل نعمة العيد من أعظمها وأجلها. هذا وللمسلمين عيدان، كلاهما يأتي بعد فريضة عظمى وشعيرة كبرى، فالفطر يأتي بعد الصيام، وعيد الأضحى يأتي في يوم النحر الموسوم في القرآن بيوم الحج الأكبر، بعد إفاضة الحجيج من عرفات ذات الهبات وزلوفهم إلى منى ذات المنى، ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والحج بنسكه وشعائره وكماله وتمامه هو للخليل إبراهيم وآله المكرمين عليهم جميعا الصلاة والتسليم. ولم لا، وإبراهيم سيد أهل الشرعة وإمام أهل الملة، قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالسير على أثره واقتفاء نهجه، ثم أوحينا إليك صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فما دخل إبراهيم عليه السلام أي اختبار أو ابتلاء إلا وحقق فيه النجاح الباهر، شهد القرآن له بذلك، فقال مولانا جل جلاله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. شهد الله له بذلك فقال: وإبراهيم الذي وفى، فاختصه الله من بين خلقه خليلا، فتخللت المحبة شغاف قلبه، فلم يعد في قلب الخليل مكانا لغير الله. وهذا صاحبه طيلة حياته، منذ أول لحظة في دعوته حتى وفاته. فإبراهيم صاحب اليقين، واليقين يجعل لصاحبه مكانة عظمى. فصاحب اليقين في أمل إذا يئس الناس، وفي رضا إذا سخط الناس، صاحب اليقين في أمان إذا خشي الناس، صاحب اليقين في ثبات إذا اضطرب الناس، صاحب اليقين أشبه بجندي أوى إلى حصن حصين، معه طعامه وشرابه وسلاحه وذخائره، يرى ولا يرى، يرمي ولا يرمى، ولا يهمه. صاحب اليقين لا يهمه ما يدور بالخارج من صخب الألسنة أو اشتجار الأسنة، هو في حالة سكينة وفي حالة طمأنينة. هذه الحالة التي رافقت الخليل مذ دعا أباه فأغلظ القول له، فرد الخليل بلسان أهل الثقة واليقين: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. صاحب اليقين الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام
دعا أهل النجوم من عباد الكواكب فخوفوه وزجروه، فقال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. دعا عباد الأصنام وأبطل حججهم وفند مزاعمهم بأقيسة عقلية لا مثيل لها، فزجروه وعقدوا أمرهم بقولهم: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فوضع إبراهيم موضعا حرجا، فابتلاه الله بنصرة غيبية، ابتلاه نعم بنصرة جبريل الأمين الموسوم في القرآن ذي قوة عند ذي العرش مكين، يفرح بهذه النصرة عموم الأنبياء أو خلص الأولياء، لكن من اصطفاه الله لمقام الخلة يرى الله: هل في قلبك غيري؟ هل في فؤادك سواي؟ فعلم إبراهيم مراد ربه، فجاء جبريل قائلا مطارحا مساجلا: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل. وطارت على ألسنة الأولياء والصلحاء: علمه بحالي يغنيني عن سؤالي. ثم ابتلي إبراهيم بعد ذلك بالولد الذي طالما حلم به، لدرجة أن الملائكة بشرته فقال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ فابتلاه الله: يا إبراهيم خذ ولدك إلى مكة حيث لا أنيس ولا جليس. يا إلهي، أين الشام الشريف من مكة؟ زادها الله تعظيما وتشريفا. فاستجاب لأمر ربه ووضع إسماعيل وإسماعيل وأمه عند دوحة فوق زمزم، ثم قف راجعة، فقالت الوفية هاجر أمنا المصرية الأبية الوفية: يا إبراهيم الله أمرك؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت الوفية أمنا: هو إذا لا يضيعنا، رضيت بالله، لن يضيعنا الله ولن يخذلنا، نحن عبيده، أبناء أنبيائه، حفدة أوليائه، حفدة الشرع الشريف وحملة الشرع الشريف، لن يضيعنا الله. ثم نفذ ما معها من طعام وشراب، فجعلت تصعد الصفا وتهبط وتصعد المروة وتهبط ولم تجد شيئا، فجاءها الملك جبريل: من أنت؟ قالت: أم ولد إبراهيم. قال: فإلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. قال: هو لا يضيعكم. قالت هاجر: لن يضيعنا. فقال لها جبريل: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنى، يبنيه الغلام هذا، الصبي حنانيك، لا سن تقطع ولا يد تبطش، لكنه سيبني البيت، يبنيه الغلام وأبوه، لا تخاف الضيعة. فبحث بعقبه ففار الماء من تحت قدمه فجعلت تحوضه. قال النبي يرحم الله أم إسماعيل: لو تركت الماء لكان عينا معينا. فرددوا من أعماق قلوبكم: فوحقه لأسلمن لأمره، فوحقه لأسلمن لأمره، في كل نازلة وضيق خناق. موسى وإبراهيم لما سلما سلما من الإغراق والإحراق. ثم بعد التي واللتي جاء إبراهيم وقد شب إسماعيل، فنظر إبراهيم بفطرة وغريزة وجبلة إلى هذا الذي طاوله، وكأن إبراهيم قال في نفسه: الآن تشد ظهري يا ولدي، الآن تنصرني وتعينني على أمر دعوتي. فهوتف من غيب الغيب: أفي قلبك غيري؟ أفي نفسك سواي وأنت الخليل إبراهيم؟
قال بلسان وجده إلا الله، قال فاذبح الهوى وانحر السوى. فلما أسلما وتله للجبين نودي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وختمت قصة الإيمان واليقين بقول الملك العليم سلام على إبراهيم. فسلام الله عليك يا خليل الرحمن وعلى ذريتك الطاهرة، نامت أعين وسهرت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت، إن حملك للهموم جنون، إن ربًا كفاك بالأمس ما كان يكفيك في غد ما يكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اليوم عيد يا سادة، مهما كانت الأحوال ومهما كانت الأشغال فافرحوا وأدخلوا الفرحة على ذويكم وأنفسكم، فالله يحب أن يرانا في هذا اليوم. وقد ملأ السرور قلوبنا، وقد امتلأت قلوبنا بالسرور والهناء والحبور، فافرحوا وتسامحوا وتغافروا واجبروا الخواطر، يجبر الله لنا ولكم الخواطر. اعف عمن ظلم وأعط من حرم وسامح كل من اعتدى، والله من وراء القصد. وفي نهاية هذه الخطبة تفضل سيادة الرئيس بقبول تهنئة العيد من فوق منبر سيد العبيد صلى الله عليه وسلم. والتهنئة موصولة للقادة العظام وللأئمة الكرام ولسائر الأعيان ولأهل مصر الطيبين وللعالم، بل للوجود كله. وأسأل الله أن يجعل فرحنا بالعيد فرحاً موصولاً بالفرح الأكبر يوم قدومنا على وجه النبي السعيد الأنور، وهو على نهر الكوثر ليسقينا بيده الشريفة شربةً هنيئةً لا ظمأ بعدها أبداً. اللهم تقبل منا واقبلنا، ولكل خير وفقنا ولا تفضحنا، وأحسن ختامنا أجمعين. إلهنا وسيدنا ومولانا، لا إله لنا سواك ندعوه، ولا مولى لنا غيرك نرجوه. يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف. اللهم لا تجعل لنا حاجة عند لئيم من خلقك، واقض حاجاتنا كما هي في نياتنا، وأنت بها أعلم، فضلا منك يا كريم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي المبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.